السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة 2010 دعيت لإلقاء محاضرة عن الإسلاموفوبيا، وكانت المحاضرة دي برعاية منظمة تابعة للأمم المتحدة ومقامة في إحدى الجامعات في مدينة أقصى شمال إحدى الدول الإسكندنافية، مدينة تقريبا في القطب الشمالي. أنا سأتحفظ على اسم الدولة واسم المدينة واسم شركة الطيران اللي حصل معاها المشكلة لأسباب قانونية. المهم، ركبت الطيارة من القاهرة، نزلت في عاصمة هذه الدولة، ثم ركبت طائرة أخرى للسفر إلى هذه المدينة الشمالية. وجدت نفسي جالس في المقعد اللي في الوسط، يعني مش اللي على الممر. فقررت أن أنا بدل ما أزعج الراكب اللي راكب جنبي كل شوية وخرجه عشان أجيب كتاب أو أجيب لابتوب أو كده، أنا أطلع الحاجة بتاعتي اللي أنا محتاجها خلال الرحلة وحطها في ظهر الكرسي اللي قدامي في جيب مخصص لكده عشان ما أقعدش أخرجه كل شوية. المهم، مضيفة الطيران بتمر فوجدت الكمبيوتر المحمول بتاعي محطوط في جيب الكرسي اللي قدامي، فقلت لها ده كده ممنوع، الكمبيوتر لازم يتحط في المكان المخصص لحقائب اليد فوق. قلت لها حاضر، ما جدلتهاش طالما دي قواعد. فقمت عشان احط اللابتوب في الشنطه، قلت لي ولازم يكون مقفول. قلت لها هو مقفول؟ قلت لها لا، ده في لمبه صغيره منوره في جنب اللابتوب. قلت لها لان انا عامل حاجه اسمها سليب او هايبرنيت في الاجهزه اللي بتاعت الويندوز، اسمها هايبرنيت، انا عندي في الابل اسمها سليب، دي بتسمح ان انا اقفل الجهاز من غير ما اغلق الصفحات المفتوحه ولا البرامج اللي انا بشتغل فيها. قلت لي لا لا لا، لازم تقفله تماما، شت داون. قلت لها حاضر، طالما دي التعليمات نقفله. فتحت الجهاز، عملت شت داون، حطيت الجهاز في حقيبة اليد وحطيتها في مكانها وجلست. كافي خيري شري، ماليش دعوة بحد. فإيه ده، بيها راجعة بعد دقيقتين وبتسألني معاك حاجة تانية؟ قلت لها معايا حاجات كتير، مش فاهم السؤال. قلت لي معاك موبايل مثلا؟ قلت لها نعم معايا موبايل. قلت لي مقفول؟ قلت لها نعم مقفول. قلت لي ممكن أشوفه؟ قلت لها تفضلي أهو. قالت لي ممكن تفتحه؟ قلت لها اهو. قالت لي شكرا وراحت ماشي. دقيقه ولقيتها راجعه لي مره ثالثه، قالت لي انا اي دونت وانت تو فلاي وذ اس اف يو نوت هابي، انا مش عايزك تسافر معانا لو انت مش سعيد. طبعا اخوكم بقى ايه، بقى فاهم خلاص وبقيت خبره مع شركات الطيران وفاهم ان هي عايزاني دلوقتي اظهر اي مظهر من مظاهر الضيق او النرفزه او العصبيه عشان تبقى ذريعه ينزلوني من الطياره، ويقولوا خوفنا انه ينفعل اثناء الطيران، القانون يسمح لهم يعملوا كده. فتعمدت ان انا اظهر الهدوء الشديد وابتسم وابقى بارد جدا لافشال الخطه بتاعتهم. فلما قالت لي انا مش عاوزاك تسافر معانا الليله لو انت مش فرحان، قلت لها بابتسامه عريضه انا سعيد جدا وفرحان جدا، ممكن تقولوا لي اثبت لك ازاي ان انا سعيد؟ قلت لي انا بس مش عايزاك واحنا في الجو اثناء الطيران تقوم وتتعصب وتعلي صوتك وتتخانق. فابتسمت بمنتهى الهدوء قلت لها اطمئني انا ما بعملش كده خالص، وخليني اقول لك انا هعمل ايه. قالت لي ايه؟ قلت لها لما نوصل هاخد تاكسي من المطار للفندق اللي انا قاعد فيه، وادخل الغرفه بتاعتي، ادخل على الانترنت اشوف في الموقع بتاع الشركه بتاعتكم، شركه الطيران المحترمه دي اللي انا راكبها دلوقتي، هو اللي بتعمليه معايا ده دلوقتي صح ولا غلط؟ لو صح مفيش مشكله، ولو غلط هعمل شكوى، من حقي اني اشتكي ولا لا؟ قالت لي من حقك تشتكي. خلاص قعدنا، اعلنوا ربط الاحزمه واتحركت الطياره بالفعل وغادرت البوابه. تنفست الصعداء الحمد لله، خلاص الطياره اتحركت. واحنا على المدرج اذا بقائد الطائره يعلن باللغه الاسكندنافيه اعلان انا مش فاهمه، لكن اصاب الناس حواليا بالضيق وكل عمال يقفف وناس بتبص لي في ايه اللي حصل ده، احنا الطياره خلاص طالعه. سالت الراجل اللي جنبي قلت له هو الاعلان ده يخصني؟ قال لي نعم. قلت له طب الراجل قال ايه؟ قال لي قال مضطرين نعود الى البوابه مره اخرى لان عندنا مشكله مع احد الركاب. ففهمت ان هم هينزلوني من الطياره. قلت للشخص اللي جنبي ده قلت له بص، الموضوع هيتصاعد وهيتحقق فيه، وانت الشاهد الوحيد بتاعي ان انا لا انفعلت ولا كنت اشكل خطرا ولا بتاع، ده كلها تلاكيك عشان ينزلوني، فهل ممكن تديني رقم تليفونك عشان تبقى انت الشاهد بتاعي تشهد باللي انت شفته وسمعته مش اكتر من كده؟ فكر شويه كده وقال لي لا. فتوجهت بالحديث للناس التانيين اللي قاعدين في نفس الصف، قلت لهم يا جماعه منكم حد يقبل انه يشهد معايا يقول الحق يقول هو شاف ايه؟ محدش رد عليا خالص. تألمت جدا، لان وجود الظلم وجود ظالم ده شيء طبيعي، لكن المش طبيعي ان الناس تقف مع الظالم ضد المظلوم.
أدركت وقتها أن الإسلاموفوبيا في انتشار شديد في هذه البلاد اللي كانت حتى وقت قريب جدا أكثر البلاد اعتدالا في أوروبا. رجعت مرة أخرى الطائرة بقى رجعت مرة أخرى على البوابة ووجدت قائد الطائرة بنفسه جاي وبيقول لي هات شنطتك واطلع بره وبيعمل لي كده بدراعه بأسلوب مهين جدا. عند باب الطائرة خدت شنطتي وطالع لقيت البوليس جه وأنا خرجت وقفلوا الباب ورايا. فالبوليس سألني أنت ليه عايز تروح المدينة دي بالذات الليلة؟ قلت لهم لأن عندي محاضرة بكرة الصبح. قالوا المحاضرة دي فين ومين اللي منظمها؟ قلت لهم في جامعة كذا والمنظمها جمعية كذا التابعة للأمم المتحدة. قالوا محاضرة عن إيه؟ قلت لهم الإسلاموفوبيا. قالوا يا نهار أبيض، يعني أنت جاي تتكلم عن الإسلاموفوبيا مع الأمم المتحدة وبيحصل معاك كده؟ طلعوا يجروا بيا على شركة إيه؟ مكتب شركة الطيران. ففي المكتب قالوا لي إحنا عندنا طيارة تانية الليلة بعد ساعتين، لكن نظام الشركة يمنع إن الراكب يطير على طائراتنا لمدة 24 ساعة لو سبب منعه من السفر هو ان مشكله بينه وبين احد الموظفين او طاقم الطائره حصلت. فمفيش حل ليك انك تسافر الليله ابدا، لازم تستنى لبكره الصبح. قلت لهم لا انا لازم اسافر الليله. قالوا حلك الوحيد تروح شركه طيران منافسه وتشتري منها تذكره. حاضر. رحت شركه طيران منافسه مملوكه لبلد اخرى اسكندنافيه، ولكن في نفس كلها مكاتب جنب بعضها في المطار. رحت اشتريت منهم تذكره بعد ساعة ونص في طيارة. المهم أنا قاعد منتظر التذكرة تطبع، فلقيت موظفة خارجة من المكتب ومعاها تليفون لاسلكي وبتقول لي أنت الراكب اللي شركة كذا كذا نزلته من الطيارة وكان رايح المدينة الفلانية؟ قلت لها نعم. قالت لي الكابتن معايا على التليفون بيقول إن هو غير سعيد بك على متن الطائرة. أنا قلت يا رب أنا شفت الفيلم ده قبل كده فين؟ حكاية الكابتن اللي غير سعيد دي. قلت لها طيب ممكن أكلم الكابتن؟ قالت لي لا. قلت لها طيب ممكن تبلغي رساله مني وهو معاكي على التليفون؟ قالت لي لا. قلت طب ممكن اخد فلوسي؟ قالوا لي حاضر. عملوا لي ريفند. رجعت بقى على مكتب الشركه الاولانيه قلت لهم ايه لزوم ان انتوا تكلموا الشركه المنافسه وتبلغوهم ان انا رايح عندهم اشتري تذكره ورايح، يعني ليه بتعملوا معايا كده؟ احنا اسفين جدا، احنا خلاص عارفين انت مين ودخلنا على الانترنت وعرفنا انت جاي ليه وعرفنا البرنامج اللي عندك بكره، لكن فعلا ما ينفعش خلاص تسافر الليله. الطيارة بتاعتنا بكرة تقوم 7 الصبح، ممكن تحجز ليلة في فندق المطار وتركب الصبح. اشتريت منهم تذكرة جديدة وحجزت غرفة في فندق المطار وفعلا ركبت طيارة 7 الصبح. وصلت بقى المدينة القطبية دي، نزلت خرجت من المطار لقيت صحافة ومصورين. أتاري خلال الليل شركة الطيران أصدرت تصريح صحفي بتقول فيه إن أنا كنت منفعل وعليت صوتي واضطروا ينزلوني خوفا من إني أسبب مشاكل أثناء الرحلة. شعرت بصراحة بالظلم لكني لم أشعر بمرارة الظلم. أنا شعرت لأول مرة في حياتي بحلاوة الظلم. ليه؟ لأني استحضرت قول الله تعالى إن الله مع الصابرين، فاستشعرت معية الله، لأن أنا كنت صابر بصراحة في هذا جدا وصبرت على ظلمهم وعلى إساءة الناس لي. حولت الحادثة دي بفضل الله في كل محاضرة إلى مدخل للموضوع اللي أنا جاي أتكلم فيه وهو خطر تنامي مشاعر العنصرية والكراهية. وقلت للناس إن مشكلتي ما كانتش مع طاقم الطائرة اللي ظلمني، لأن ده بيحصل كتير، مشكلتي مع الركاب، مع الشعب اللي بقى يشوف الظلم ويقبله. والحمد لله ربنا سهل، والعبرة من هنا إن احنا ممكن نحول كل شيء سلبي إلى شيء إيجابي أو نستفيد منه ونفيد به الإسلام بفضل الله تعالى. الحمد لله، واشوفكم بكره ان شاء الله. السلام عليكم. خدنا سكك كتيره فنمشي مع الدروب، واحلامنا الكبيره تتوه وسط الهروب، نزرع في المعاني ونمسك في الامان. أنا خايف.